أطيب تحياتي وأهلا وسهلا بكم. اللقاء الثاني من المبرمجين، ما بعرف الضيف رح يعرف بنفسه مبرمج أو مبرمج. أنا اللي بعرف عنه يمان إنه هو بيعمل بالوورد بريس، لذلك التقط نظري جدا بالفيسبوك إنه بيشتغل بالوورد بريس، وكل اللي بيتابعني بيعرف أنا علاقتي بالوورد بريس، وبتعرفوا إنه أنا من سنتين بالشركة الحالية ما بعمل أي شيء بحياتي إلا إني أنا بشتغل وورد بريس. 85% من عملي هو وورد بريس، والباقي لوجويات ومونتاج وكل شيء. فلذلك اليوم في ضيف بده يحكي لنا عن الوورد بريس ونتوسع اكثر. رح يكون في شويه اسئله ان شاء الله تكون خفيفه. شكرا كثير لك، شكرا لاستضافتك الحلوه ولبرنامجك الحلو. اول شيء انا اسمي يمان رفقي، مطور ومصمم واجهات ويب باستخدام الوورد بريس، يعني وورد بريس ديفلوبر. بشتغل شوي على موضوع الديزاين، كانت بدايتي اول شيء لاوروبا، بعدين يعني صرنا نشتغل هون وهنيك. من سنة تقريبا الحمد لله بلشت يعني هيك أعطي كورسات بخصوص موضوع التصميم الوورد بريس، how to design، how to design UI للويب. هون بدي أسألك سؤال. هلأ أكتر الناس اللي عم بتشوف لح يسمع وورد بريس لح يقلك وورد بريس ولا جانجو؟ لح يقلك إنه أنا ليش لأستخدم وورد بريس إذا في لارافيل؟ أول شيء بدي تشرح لي شو المغالطة هون اللي عم بحكيها أنا، لأنه أنا هذا مو سؤالي، بتعرف أنت هذا بده يكون سؤال الناس. بدك تشرح لي شو المغالطة أولا، وليش وورد بريس أنت متجه لها مو متجه لفريمورك؟ هلا مثل ما حضرتك حكيت، الفرق طبعا رهيب بين الأسماء اللي أنت حكيتها، جانجو، لارافيل، وورد بريس، ما في مجال المقارنة. طبعا الوورد بريس هو عبارة عن شيء اسمه Content Management System، نظام إدارة محتوى، بينما هنيك نحن عم نحكي على الفريموركس. طيب حنحكي بشكل بسيط شو الفرق بين الكونتنت مانجمنت سيستم وبين الفريموركس. خلينا نقول انه اليوم عنا بدنا نساوي ويب سايت، اجى الاستاذ نور حمصي قرر يعمل ويب سايت. طبعا لنفترض هيك مبدئيا انه استاذ نور حمصي ما بيعرف يعمل ويب سايت، وجاب شخص عمل له هذا الديزاين. بعد ما عمل له هذا الديزاين قرر الاستاذ نور حمصي انه يغير شوي من الويب سايت، يغير كتابه، يضيف بوست، يمحي مشروع، يضيف مشروع، لحتى يحسن يعمل مثل ما اتفقنا، يضيف بوست، يعدل بوست، يضيف مشروع، يمحي مشروع، يضيف صورة، يمحي صورة. هذا الشيء كله حيكون من دون مثلا ما يدخل بتفاصيل الكود، ومن دون ما يتعلم أي لغة برمجة، فحيكون في عندي أنا واجهة موجودة قدامي بسيطة عن طريق أنا كم كبسة زر عم أحسن عدل وضيف هذا المحتوى بكل سنة. إذا أنت عم تقلي هلأ الوورد بريس عم بتفيدني أنا كزبون لا يفقه شيء بالبرمجة، وأنت عم كمبرمج عم تعطيني لوحة تحكم، طيب أنت بالجانجو كمان فيك تعطيني لوحة تحكم وأنا بقدر فوت وحط بوست وحط صورة مثلا، طيب ليش لا أستخدم وورد بريس مو جانجو أو مو فريمورك تانية؟ أنا حأحكي شوي عن لارافيل. اليوم الفريمورك هي مجموعة من خلينا نقول مكاتب البرمجية مكتوبة بلغة برمجة، يعني مثلا اليوم لارافيل مكتوبة بلغة PHP، مجموعة باكيجات من هاللغة هاي مصندقة مبكجة هيك مسميها فريموركس. طيب هاي الفريموركس طبعا هي بتكون مكتوب يعني هون فيها اوبشنات زياده بتسرع لي العمليه، فيها شغلات اسرع، فيها شغلات جاهزه. اليوم اذا بدنا نشبه بين فريموركس والسي ام اس، فريموركس هي عباره عن صندوق عده، فتحنا صندوق العده في عنده مفك، في عنده شاكوش، في عنده بين. الشخص اللي بيكتب لغه برمجه من دون فريموركس هو بيجي لما بده يبلش حيجي يكتب هالشاكوشه هي من الصفر، يعني ما حقول يكتب، حيصنعها من الصفر لحتى يشتغل فيها. لحظة، الشاكوش بالنسبة لأخوتنا العرب الثاني هي المطرقة. تمام، أنا عم بحكي باللغة. خد راحتك. تمام، فإنه مثلا أنا لحتى أبلش أكتب مثل ما اتفقنا بيجي هاي الفريم ووركس أعطيتني هالمطرقة هاي بشكل مباشر، خد بلش شغل، يعني سرعت العملية. بينما أنا لو عم أكتب من الصفر فأنا حأجي أول شيء صنع هالمطرقة بعدين بلش أشتغل فيها، فهذا الشيء يعني حياخذ مني شوية وقت يمكن. بينما اليوم خلينا نقول الكونتنت مانجمنت سيستم اللي هي مثل وورد بريس، شو عم تعطيني؟ عم تعطيني أوتكمز المطرقة، الشيء اللي أنا ساويته، يعني أنا كنت عم جبت فتحت العدة طلعت المطرقة ساويت خلينا نقول غزاني. فاليوم الوورد بريس عم تعطيني هاي الغزاني مباشرة مع شوية تعديلات عليها بسيطة. أنا إذا دخلت لمتجر أدوات، إذا نحن بدنا نمشي بالأدوات، متجر أدوات في عندي ماركت بوش،
في عندي ماركة سيمنز مثلا، في عندي ماركات كتيرة، شو اللي بيخليني اختار هي عن هي؟ بتحديدا بحديثنا ليش عم نختار نحن ووردبريس؟ ليش الناس اغلبها الاحصائيات 38%، ليش نصف الانترنت عم تختار تستخدم ووردبريس ما عم يختاروا سي ام اس تانية؟ اول شيء انت اذكر لي، ما بدي الكلام يكون من عندك، اذكر لي شو هن السي ام اس التانية اذا الناس ما بتعرفهم، وقل لي ليش الناس عم تختار ووردبريس برايك الشخصي. يعني طبعا في عندنا كثير نحن نظم اداره محتوى، بس اشهرها هو كان الدروبال والجمله. فاذا اليوم اذا بدنا نحكي عن مقارنه بين بسيطه بين دروبال وجمله والووردبريس، طبعا الووردبريس حيكون هو الرابح الاكيد دون منازع. مثل ما عم تقول لي اليوم 38% رقم بخوف، يعني فوق الثلث واقل من النص، يعني اقل من النص ب 10% خلينا نقول، يعني رقم هائل. وهالرقم يعني كان بال 2020 اقل من هيك، اليوم ب 2021 صار هيك، بكره بال 2022 ممكن نلاقي 50% صار. بس بدي اعطي هون فكره انه يمكن الناس ما تفهم شو معنى هذا الرقم بسوق التكنولوجيا. يعني ابل بكل شهرتها الماكنتوش ما بيتجاوز ال 4% من السوق بنظام تشغيل اي او اس، 4% فقط من السوق بكل شهره ابل، وكل هالمليارات اللي عم تدخل عليها هن فقط 4%. فتخيلوا ووردبريس عم تقول لك 40%، 10 اضعاف. طبعا ما عم قارن بين الاثنين، بس لحتى فهم الناس شو يعني نسبه 40% بسوق التكنولوجيا. طبعا يعني اول في عنا يمكن ثلاث او سببين بسيطين وواضحين. اول شيء الكوميونتي الكبير للووردبريس، يعني مثل ما هلا نحن اتفقنا انه 40% من الموجودين عنا عم يشتغلوا ووردبريس، معناتها في انا عندي عدد هائل من الاشخاص عم تشتغل على الووردبريس. طيب انا اليوم لما تواجهني مشكله حافتح خلينا نقول على موقع اسمه ستاك اوفر فلو، طبعا اي مبرمج اكيد شايف هذا الموقع وعارفانه وبيكون صديقه المفضل. فانا اي مشكله بتواجهني ممكن اروح اكتبها بالستاك اوفر فلو بقلب الووردبريس، حلاقي يعني في اليوم اذا كان سؤالي مهم حلاقي في 20 30 40 شخص عم يجاوب علي. طبعا هذا الشيء نقطه قوه كتير كبيره. اثنين، وجود يمكن احنا كنا لازم نحكي عن البلجنز والثيم اكثر. وجود البلجنز والثيم الموجودين بقلب الووردبريس بعدد هائل وبيخوف، هذا الشيء اللي عم يخلي الكستمايزيشن الهائله بقلب الووردبريس اللي هي تقريبا مو موجوده عن باقي المواقع. اكيد موجود شيء مشابه بس عم يكون شيء اصغر. خليني هون شبه الموضوع، انه لما كنت بالامارات مثلا، انا لما كنت بالامارات كان السياره المشهوره اكثر شيء تويوتا كورولا، سيارة يابانية. طبعا ليش مشهورة، ليش بتحبها الناس؟ لانه القطع متوفرة، يعني اذا بدك تروح تشتري قطعة بخمس دقائق بتلاقي القطعة. بينما اذا بتاخد الفا روميو هنيك، حلوة السيارة ورائعة، بس انا بدي ممكن قطعة ما لاقيها اضطر اطلبها من ايطاليا من المصنع الرئيسي ما توصل لبعد شهر. فنحن ما عم نحكي ووردبريس، فالووردبريس اذا عندك سؤال وصار معك مشكلة ممكن بخمس دقائق تلاقي حل للمشكلة. بينما اذا عم تستخدم جملة خلينا نقول، وجملة مشهورة، ما رح نقول لا، جملة مشهورة ممكن يستغرق معك ساعة. طيب في 55 دقيقة انا هي صرفت عليها وقت، فليش لا اتعب نفسي؟ لا، بروح للوردبريس. عم نحكي شو اهمية الكوميونتي الكبير اللي موجود، المبرمجين الكتير. بدي تعطيني بس فكرة هون للناس اللي مرقت معهم كلمة بلاجن هلا وما عرفوا شو البلاجن، بفكرة هيك بسيطة. شبه هيك تشبيه ارتجالي. اليوم البلاجن هي، خلينا اعطي مرادف عنها بكلمة اسهل، هي الاكستنشن. يعني اليوم البنت يمكن بتحط اكستنشنز على شعراتها اللي هي بتكون عبارة عن اضافة للشعر الاساسي اللي هي حاططه. فهو هون هيك بيكون نحن عندنا الويب سايت، فبنضيف له اكستنشن بسيطة، بيكون مثلا هي الاكستنشن بتخليه يقدم ميزة زيادة، مثلا ميزة انه يعمل ساين ان مثلا. فهي الاكستنشن هي بتكون ميزه زياده بقلب الموقع انا عم استخدمها لحتى زيد على هذا الموقع من ميزات. نحن هلا بما انه عم نحكي هيك، هلا رح افوت شوي برمجيا اكثر. ووردبريس مبنيه على بي اتش بي، في شيء في بناء، يعني ممكن انا كشخص هلا كنور حمصي ابني ووردبريس، مو موقع ووردبريس، ابني سي ام اس جديده مثلا، هل هذا الشيء مستحق انه انا اروح وانشره؟ وخاصة انه اذا عم بسمع مثلا جملة هيك اسم عربي، هلا هي ما انا عربي، مو اسم عربي ولكن اسم عربي، معناتها فيني انا اعمل هلا سي ام اس نظام ادارة محتوى جديد سميه مثلا نورونوف مثلا وبلش سوق له. اول شيء هل هذا الموضوع بيستحق التعب؟ هل ممكن انا اسوق لهيك شيء؟ هل حدا فكر بهيك شيء يعمل سي ام اسات جديدة؟ هلا اكيد لليوم انا احيانا بفتح بشوف انه على المواقع الاجنبية اللي انا بشوف منها مثلا بكون عم دور على ثيمة او شيء،
بلاقي في 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 سي ام اس انا بحياتي ما لي سمعان فيهم، يعني حكينا عليه بظن انه موضوع الوورد بريس ليش هو افضل سي ام اس، ليش العجله موجوده، ليش ارجع انا اعيد تصنيعها. فانا خاصه مثل ما قلنا يعني انا بجوز هلا كتبت شغله ممكن انا وياك اشتغلناها، طيب احنا ضلينا نرد على العالم وعلى مشاكل العالم، بينما هنيك في مو بس انا وانت اتفقنا الكوميونتي الموجود اليوم في يمكن بالملايين اشخاص بتشتغل وورد بريس وبتبرمج وبتعدل وبتضيف، فهذا الشيء اللي حيخلي نورو نو شكلك اتجاه الاتجاه الروسي. ما بعرف ليش طلع معي الاسم. بدي اسالك هلا السؤال التاريخي دائما اللي هو يمكن صراع الاجيال، اللي هو هل بكل بساطه هل وورد بريس امنه؟ وورد بريس امنه الى حد ما. هلا اليوم الوورد بريس في عنده مشكله وحيده بس انه هي اوبن سورس. هالاوبن سورس هي شغله كثير حلوه بس هي لليوم سلاح ذو حدين، يعني انا صح اعطيتك الكود، اعطيتك كيف انا سويت هذا الشيء، بس انت بنفس الوقت اذا كنت انت شخص شرير وعم تفكر انك كيف تاذي العالم رح تستخدم هذا الشيء بمبدا الريفيرس، يعني انك انت ترجع تشوف انا وين ممكن لاقي ثغره بهذا الكود لحتى انا اخترق منها. يعني اليوم انت لما تنزل ووردبريس على خلينا نقول على السيرفر عندك على اللوكال سيرفر على امور امنه بظن ما في اي مشكله. طبعا هذا الشيء كل 3 اسابيع كل شهر بنلاقي نحن في ابديت جديد للووردبريس، طبعا مو بس الابديت عم يكون للووردبريس، حتى ابديت لكل شيء بلجنز وثيمز بقلبه، اي مشكله بتكون موجوده بيحلوها. وطبعا يعني معظم الابديتات تبع الووردبريس عم تكون هي سكيورتي ايشو، يعني في شخص بيلاقي في عندي مشكله، في عندي بق معين دغري بيروح ممكن يتواصل مع الشركه، اذا ما تواصل وراح استخدمه صدقا حيستخدمه على واحد اثنين الثالث حيكون هن انتبهوا لهذا الموضوع وعالجوها دغري. انا بشبه الموضوع للزباين عادة يلي بيقلي عن موضوع الووردبريس بقول له انه انا ساكن ببيت مثلا، الغرفة هي موجودة هون وهي الغرفة الثانية وهون في درج فوق الطابق اللي فوق نفس التقسيم والطابق اللي فوق نفس التقسيم، فاذا اجى الحرامي دخل على الطابق اللي فوق فسهل عليه يدخل على هاد، ليش؟ عنده نفس كل شيء، بيعرف انه هون الغرفة وهون كل شيء، تمام؟ فالهاكر اذا بده يدخل بيعرف وين فولدر الادمن، بيعرف شو هو الملف اللي تحديدا اللي بده يخترقه. ولكن يلي مثل ما عم تقول يلي بيخليني انا امن اكتر اني انا زيد اقفال على الباب مثلا، حاول هاي الغرفة اذا فيها شيء مهم اني اعمل قفل زيادة داخل هاي الغرفة. اذا هون الامان طلع مني انا مو من مو من الووردبريس تحديدا. طيب يا يمان، الووردبريس للبلوج والووردبريس للمواقع الصغيرة وما بتستخدم الا لمواقع هيك الشركات، واذا باسم ياخور مثلا بده يعمل موقع، بس اذا انت تقلي هلا فيسبوك بدها تعمل ما رح تشتغل على الووردبريس او امازون، هذا الحديث مو صح 100%. اليوم الووردبريس اشتغلت على موضوع السكيلابيليتي، اليوم صار تعمل موقع فيسبوك لا يقل اي ميزه عن موقع الفيسبوك ابدا. اليوم بنشوف شركات كتير كبيره مواقع على الووردبريس، موقع sonymusic.com او .net انا ما نسيان، عندنا يعني اليوم مايكروسوفت بلوج، في مدونه لمايكروسوفت معمول في الفيسبوك نيوز روم، حتى لحتى تعرف الناس بس مايكروسوفت ASP.NET يعني عم تسمعوا ASP.NET عم يستخدموا PHP يعني الناس اللي عم تقول PHP ماتت، مايكروسوفت عم تستخدم ووردبريس PHP. الرئيس الامريكي عنده موقع، بتلاقي الموقع ووردبريس، في عندك موقع الوايت هاوس، السفارة الاسبانية كمان، وفي موقع ما بعرف اذا العالم تعرفه التيك كرانش، هو اشهر مدونة للتكنولوجيا تيك كرانش، طبعا كمان معمول على الووردبريس. خليني فاهم الناس هون شو استخدام الووردبريس وصححني اذا انا غلطان. انا بالنسبه لي كشخص برجع بقولكم انا بتعامل بشكل يومي مع الووردبريس، انا عندي هذا البيت موجود، انا ما باخذ الطلاء، يعني ما بجيب شخص يعمل لي الطلاء الدهان مثلا والمفروشات، انا بدي بيت يلي بسموه بسوريا على العظم، تمام؟ يلي هو من دون حتى الطين، ما بدي هذا كله مو موجود، انا بدي بس الاساسات تكون مبنيه. ليش؟ لانه هذا شغل كتير بياخذ حفريات واساسات وحديد وكل هذا، ما بدي اتعذب فيه، انا خليهم موجودين. هاي الووردبريس بالنسبه لي انا كشخص ديزاينر، بيجي بوضع المفروشات، قبل المفروشات طبعا بوضع الكسوه الاولى اللي بيقولوها الطين، بعدين الدهان، بعدين الارضيه، انا كله هذا عم بعمله، بعدين بوضع المفروشات، بعدين تبلش البلاجنز. شو البلاجنز يا يمان؟ البلاجنز البراد
لانه تمام. البراد هذا الكترونيات، وانا بدي اخده من شركة ال جي مثلا او من شركة ثانية، تمام؟ فهو صحيح. مو انا ما لح اعمل البراد وما لح اصنعه، فروح باخذ بلاج ان براد. الووردبريس هون او البيت شو عم يوفر لي؟ عم يوفر لي مقبس كهرباء بالحيط. شو عم يصير جوا الجدران؟ شو عم يصير بين اسلاك وكهرباء؟ انا ما دخلني بهذا الموضوع، حلو. هذا اساسات الووردبريس. انا بيهمني انه بالنهايه في عندي اصلا، مشان هيك اسمه بلاجن، اذا بتلاحظ رمز البلاجن هو كهرباء، تمام؟ تمام. انا بيهمني بس اوضع هيك، انا بدي اوصل الكمبيوتر، بيهمني بس اوضع هالفيش بالحيط، عم يصير عندي يشتغل كهرباء يشتغل الكمبيوتر، بس ما باخذ انا الكمبيوتر بقعد بصنع القطع انا لحتى يكون امن الكمبيوتر. طيب هلا اذا انا عم بحكي هيك، هل انا كنور حمصي او اي شخص عم يسمع، انا ما بدي لا اتعلم بي اتش بي ولا اتش تي ام ال ولا، انا بدي اكون مبرمج ووردبريس، هل هذا المصطلح موجود؟ او خليني يعني ما اكون كتير افلاطوني بالموضوع، خلينا نقول اذا تعلمت الحد الادنى من ال HTML CSS جافا سكريبت شوية بي اتش بي، هل ممكن تمام. انا اسمى وورد بريس ديفلوبر، مصمم او مبرمج وورد بريس، واشتغل ويصير عندي مهنة فقط من الوورد بريس؟ هلا انا اول شيء بس حاحكي عن الوورد بريس كلغات برمجه. اليوم الوورد بريس ككور اساسيه هو مكتوب بلغه البي اتش بي. طيب نحن الواجهات اللي عم نتعامل فيها، اتفقنا السي ام اس هي نظام اداره المحتوى، عم يوفر لي واجهات بسيطه بكم كبسه زر مشان اعدل ضيف، اتفقنا عليه هذا الموضوع. هاي الواجهات البسيطة طبعا مكتوبة بلغة ال HTML ال CSS بالجافا سكريبت. الداتابيز هو موضوعه مكتوب، الداتابيز اللي بتعامل مع الووردبريس هي ماي اس كيو ال طبعا للتوافق مع ال PHP. طيب اليوم انت عم تقول لي انه هل انا اليوم كيف انا فيني اصير ووردبريس ديفلوبر؟ طيب اليوم كلمة ووردبريس ديفلوبر غير، خليني اقول لك ووردبريس يوزر، انا بشوف انه هذا شيء وهذا شيء. انت لما تكون شخص منزل هالباكج هي السي ام اس الوورد بريس وعم تشتغل فيها كواجهات، عم تدير عم تنظم، يعني حتى هذا الشيء ما بيجي بسهوله. اليوم انت يعني مو والله انا نزلتها وفت يعني بحبشت فيها ودورت وعدلت، هذا الموضوع سهل، هذا الموضوع كمان ممكن ياخذ شويه وقت. بتقصد يوزر هو الزبون نفسه، انه لا لا ابدا، صاحب محل حلويات نزل ووردبريس، او انا عم بشتغل لمحل حلويات مثلا؟ انت تكون عم تشتغل لمحل تمام. حلويات، انا بس يعني انا مثل ما قلت لك بقسمهم اتجاهين. اول واحد اني انا انزله لهذا الزلمه هي الباكج وفوت ضف له هالبلجن الثانيه، ضف له السيمه الثانيه لحتى يطلع الموقع بتصميم معين. طبعا هذا الشيء بده خبره، ما بيجي هيك بيوم وليله، ممكن اول موقع يطلع يعذبك، الثاني الثالث الرابع، بعدين انت حتلاقي الموضوع بسيط. طيب في الشق الثاني اللي هو الوورد بريس ديفلوبر. هذا الوورد بريس ديفلوبر اليوم هو شخص بيفهم كود، بيعرف مثل ما حكينا اللغات اللي مكتوبه فيها الوورد بريس، بي اتش بي، اتش تي ام ال، سي اس اس، جافا سكريبت، لحتى يحسن يعدل على، ممكن يعدل على الكور الاساسيه تبع الوورد بريس، ممكن يكتب بلجن من الصفر، ممكن يكتب ثيمه من الصفر. فالموضوع يعني مثل ما قلت لك هو شقين، ممكن اما يكون وورد بريس ديفلوبر، او حتى انا بتابع شخص اجنبي ما بيكتب كود، مسمي حاله وورد بريس بيلدر، يعني انه هو بيبني مواقع عن طريق الوورد بريس. فانا هذا الاختلاف اللي ممكن انا اسميه. تقصد انه انا كشخص هلا ما عندي اي فكره عن تصميم المواقع، انا فيني حاليا ابدا اصمم مواقع للزباين بالوورد بريس، ولا لازم يكون في مستوى معين من المعرفه؟ بدي اقول لك بده يكون انت ممكن يعني ياكل الموضوع معك 6 شهور كحد ادنى لحتى انت تكون فهمت كل شيء، كيف عم يشتغل وورد بريس، كيف عم يتعامل مع الفرونت اند، مع الباك اند، مع طيب الداتابيز بشكل بسيط جدا، ما بتحتاج اي لغه برمجه. معرفه بالوورد بريس ولا معرفه بلغات اللي عم تستخدمها لا لا وورد بريس؟ ابدا ابدا، معرفه بس بالوورد بريس، انت مجرد انك تنزل هي السي ام اس، تعرف هو مصطلح عام هيك تشوفر عليها لهي السي ام اس، فانت امورك بخير يعني. هلا هو لما بتوضع ايدك على الكيبورد هيك وبتكون عم تعمل بيكون شوفر تمام فعلا يعني بتكون تمام
طبعا كمان لحتى اوضح للناس كالمثال اللي اعطيناه قبل شوي عن موضوع البيت، شو بقصد انا بشخص يعمل موقع انترنت من دون اي معرفة برمجية؟ يعني انا ما بعرف اعمل مفروشات، انا ما بعرف اعمل دهان البيت، الصبغ او الارضيات، ولكن انا بعرف من وين جيبهم. تمام، يعني انا بتعامل مع محلات بتقدر تورد لي باسعار رخيصة. مثلا انا عندي ذوق فني بالمفروشات بحيث اني اعمل ترتيب الديكور، هاي الامور كلها انا بقدر اعملها من دون الحاجة لاني انا صنع بايدي. ولكن صاحب البيت ليس بالضرورة، اللي هو صاحب الموقع بالنهاية، ليس بالضرورة انه هو ما بيعرف، ولكن هو ما عنده وقت. يعني نحن انا اذا عم بعمل مثل عم نحكي قبل شوي، عم بعمل موقع انترنت انا لحلويات، فهو ما رح يترك حاليا البقلاوة، صينية البقلاوة، وينزل على الموقع انترنت ويبدأ يشتغل. طيب، تمام. ولكن هون انا بدي اسألك هيمان، بهاي المكان اجت شركات مثل ويكس مثلا وسهلت هذا الموضوع للحلوانجي، سهلت له انه يعمل هذا الموقع انترنت بايده. شو الفرق بين ويكس وبين ووردبريس؟ هلا اول شيء انا في عندي فرق واحد جوهري شوفه، هو يعني الفرق الاهم، موضوع الفري. بينما ويكس انت لحتى تبلش تبني عليها الويب سايت تبعك عندها باكج الفري، طبعا الباكج الفري عندها انه هي بتحط اعلانات عندها، زائد الدومين تبعك بيكون مكتوب يوزر نيم دوت ويكس بعدين سلاش اسم الدومين اللي بتكتبه. بينما انت بدك تضطر تشتري الشيء الاغلى، عندنا يعني فرق جوهري ثاني انه هي يعني ممكن نقول كونتنت مانجمنت سيستم، هذيك اقرب لشيء اسمه ديزايننج تول او ويب بيلدر، ويب بيج بيلدر. ويكس اشتراكها مو رخيص، يعني توصل لحوالي 20 او 30 دولار شهريا، فهذا رقم بدك تدفعه باشتراك شهري لمدى الحياه تبقى عم تدفعه. فووردبريس عم توفر لك البديل المجاني. بس كمان يعني هلا يعني نحن ما بنظلم ويكس بالنهايه، لانه في عالم هلا بلشت تشتغل على ويكس، طبعا انا ما حكون من هالاشخاص اللي حتشتغل على ويكس، يعني بحس الموضوع صار فيه استغلال، لانه هلا الويكس من ميزاته انه الديزاين فيها كثير سهل. يعني انت اليوم عم تشتغل على كانك عم تشتغل على الفوتوشوب، يعني عم تجيب دراج اند دروب. طبعا الووردبريس كمان في عنده ميزه دراج اند دروب، بس يمكن الويكس يعني عم تقدم بهذا الموضوع يعني عم تكون ادق واضبط يعني من الووردبريس. لا احكي لك انا شو مشكلتي بالويكس، غير انه شركه يهوديه، انه هي ما بتحلي التحكم بالكود. طيب شو التحكم بالكود؟ انه لا يا نور، ويكس انت فيك بكل بساطه تفتح اتش تي ام ال وتكتب اتش تي ام ال، فيك تكتب جافا سكريبت، وانا مجرب هذا الموضوع شخصيا. ولكن المشكله هي ما بتعطيني تحكم كامل بالسيو، نتائج البحث، ما بتقدر تعطيني تحكم اذا انا بدي اعمل سرعة على الموقع. اي شخص روحوا فحصوا مواقع اللي بتكون منتجة طبعا ما عم نحكي فقط ويكس كويكس، يعني نحن عم نحكي ويكس مثل في الجيمدو، في كتير مواقع بهاي البيلدر، تماما كلها هاي ما رح تعطيك تحكم بحيث انك انت ترفع رانكينج بجوجل، بحيث انك انت تسرع الموقع، تعمل سرعته بجوجل تستحق، او تعمل مثلا نسخه للموبايل اللي هي بسموها البي دبليو اي حاليا. هذا ويكس كلها هي ما بتوفر هاي الامور. ولكن كمان بدنا نخسر فكره انه انت ما عندك الدراج اند دروب، انك انت تشيل وتحط، او عندنا هيك شيء يا يمان بالووردبريس؟ اكيد اكيد موجود اليوم، في عندنا انت بتنزل بيج بيلدر مثل ما اتفقنا، حتكون اسمها ويب سايت بيلدر، بينما هون حننزل شيء اسمه بيج بيلدر، بحيث انت تصمم عن طريق الدراج اند دروب مثل ما اتفقنا، ما بتزفر ايديك باي نقطه كود، انت خلص عن طريق الماوس بس عم تعمل دراج اند دروب لحتى تسقط العناصر التصميم. بيج بيلدر بالووردبريس مثل اليمنتر، فيجوال كومبوزر، في الاوريجين سايت مثلا، هذول المجانيات. طيب هون خليني اعطيك، هل فيني قارن مثلا بين الاليمنتور يلي هو بيج بيلدر للووردبريس وبين ويكس؟ هل هالمقارنه جيده؟ ممكن اعمل هيك شيء؟ اكيد انا بشوفها مقارنه يعني قويه جدا. يعني اليوم الاليمنتور انت بس اذا بتفوت على الموقع wordpress.org وكتب اليمنتور حتلاقي تقريبا غير الاليمنتور كبيج بيلدر اليوم في عنا شيء فوق ال 50 ل 60 ل 70 بلجن عم يشتغلوا مع الاليمنتور. يعني انت عم تنزل، نزلنا هالبيج بيلدر اليوم، بكره يمكن بجوز اليوم تنام بكره تفيق تلاقي في واحد مكود شغله جديده لحتى تتوافق وتشتغل مع الاليمنتور وتضيف لي ميزه جديده له. بينما هنيك يعني انت عم تنتظر الشركه ككامله تعدل لك وتعمل لك ابديت. يعني انا هون عم مستفيد انه مو بس انا عم استنى الشركه اللي هي اللي عملت الاليمنتور، ممكن اشخاص عاديين
عم يضيفوا ميزات على هذا البيج بالذات، سواء باستخدام ووردبريس كووردبريس مثل ما انا كنور بستخدمها مثل ما قلت لك من دون اي اضافات من دون اي شيء فقط البنيه الاساسيه، سواء باستخدام اليمنتور البيج بيلدر او البلجن. هل انا فيني اتخذ هذا الموضوع كمهنه ما اشتغل للزبائن تبعي الا بووردبريس؟ طيب كيف فيني اقنع انا الزبون، هو الزبون رح يسمع من الناس انه هذا عم يشتغل لك ووردبريس ووردبريس بلا بلا، كيف انا بدي اقنع هذا الزبون انه ووردبريس ما هي عباره عن تمبلت جاهز دخلنا على ثيم فورست ونزلنا تمبلت وهي $50 والصلاه على النبي؟ يعني اكيد انا فيني كون شخص بس عم اشتغل على ووردبريس، ليش انا حتى اكون بس عم اشتغل ووردبريس؟ او انا كيف فيني بلش اقنع الزبون انه انا حاشتغل لك ووردبريس؟ هلا تقريبا معظم الناس ممكن ما تسال، يعني في عالم ما بتسالك ان شاء الله تشتغل على شو ما كان، انا بالنهايه بدي الاوتكمز تبعي. طيب بس انا ليش عم اشتغل لك ووردبريس؟ اذا واحد سالك مثل ما قلت لي انه معقول انت عم تشتغل لي على شغله جاهزه، في شغلات جاهزه، السعر اللي انا عم اقدمه هي خلينا نحكي عالم بهم المصاري اكثر شيء، هو السعر اقل من السعر اللي انت حتجيب شخص يبلش يكون لك هذا الشيء من الصفر. اثنين الوقت، هو تقريبا يعني ضرب اربع او ضرب خمسه، يعني هذا الموقع اللي بدي اعمل لك يا مبرمج من الصفر ممكن ياكل معه شهر، انا حتجيب له ممكن ياكل معي اسبوع. انا في كمان شغله ثالثه هلا خطرت لي انه كمان ممكن انت بعد ما تسلم الموقع هو يفتح اليوتيوب يشوف انه انا مثلا اذا بدي اضيف شغله على هذا الويب سايت كيف، حيلاقي انه في زليار فيديو على اليوتيوب موجود لحتى بس يقول له كيف تشتغل على ووردبريس، فممكن ما يلجا لاي مطور، ما يدفع مصاري يقول له تعال هذاك الشخص سافر، هذاك الشخص ما عاد حكيت معه، فالموضوع حتى انه ممكن يعدل بشكل ابسط واسرع. فهو ممكن يقتنع معك العميل، يعني انه انت حتشتغل طبعا حتقول له انه حكون انا فول كستمايز الويب سايت، يعني حيكون تصميم مخصص بس لك، ما حاستخدم تمبلت جاهز، او اذا الشخص عم يقول لك لا ما في مشكله استخدم تمبلت جاهز بس بدي يعني الموقع يخلص اسرع، هذا الشيء يعني بده يكون في نقاشات بينك وبين العالم. هذا بالنسبه للعميل. هلا بالنسبه لي انا كمبرمج محترف، مو مبرمج عادي، ما عدنا عم نحكي بالمبتدئين، انا كمبرمج محترف هلا وانا عم اسمع في نوت جي اس ونكست ورياكت وانجلر وفيو، وين جاي تحكي لي بالووردبريس لسه من 1900؟ هل في شيء توافق بيناتهم؟ هل في دمج بين الووردبريس واي فريم ورك موجوده؟ اكيد. هلا اليوم في كثير مواقع بتلاقيها مشغوله على الفيو، عم نحكي كفرونت اند، يعني لانه هي بالنهايه السي ام اس عم تكون هي باك اند اكثر، يعني انا عامل واجهه رابطها مع داتابيس صفيان اني صمم الواجهه الاساسيه تبعها ورابطينهم عن طريق اي بي ايات. اليوم الاي بي ايات شغله بتخوف، يعني اليوم حتى اليوم يعني مو بس موضوع الفريم وركس اللي حكيتها، اليوم كمان في عندنا الفلتر بيشتغلوا فلتر، عم يشتغلوا اندرويد اب اي او اس ابس، كمان اليوم حيلاقوا الووردبريس حيكون معهم مليون، يعني حيقول لهم هي افتحوا هي الاي بي ايات تبعاتي خذوهم. طبعا انا في عندي شغله اليوم، اي موقع انت بتشوفه معمول على ووردبريس بس هو الدومين تبعه حط سلاش دبليو بي داش جيسون، حيطلع لك ملف الاي بي ايات، حتشوف قديش الشيء كثير مريح وقديش الشيء كثير سهل انك تربط اي ويب سايت عن طريق الاي بي ايات. اللي بدي اقوله للناس هون شو الفكره بين انه ربط ووردبريس مع رياكت، انه الووردبريس هي الخلفيه، هي السي ام اس التحكم يلي انا بدي اعطيها للزبون، الزبون بفوت بيوضع مثلا صوره، هلا طريقه اظهار هاي الصوره لم تعد ووردبريس هي المتحكمه فيها، رياكت هي اللي عم تتحكم بطريقه اظهار هاي الصوره التعامل معها. واللي بدي اقول لك اياه هون يا مان انه انا عملت ثلاث مواقع، هاي اللي قدرت اعملهم فقط حاليا، ثلاث مواقع عملتهم جمع بين ووردبريس ورياكت، السرعه رهيبه، السرعه خطيره، لانه ووردبريس سريع الريست اي بي اي تبعه، سريع توصيل الاي بي اي، والرياكت سهل كتير جميل الاستقبال الاي بي اي، تمام؟ فالاثنين التمازج معهم رائع جدا، ووفرت عليه كتير جهد كتير تعب. طيب يا مام بدي اسالك هون، بما انه نحن قلت لك وصلنا للاخير عم نحكي نحن بالمبرمجين المحترفين، حديثنا متوجه لمو محترفين يعني للمبرمج اللي عم يشتغل، تمام؟ بنعرف انه ووردبريس عم تستخدم بي اتش بي، عم تستخدم ماي اس كيو ال، بس انا كل الوقت عم شوف على الانترنت بي اتش بي تموت، هذا الشيء بيعني انه ووردبريس كمان رح تموت. طيب اولا ليش ووردبريس عم تستخدم بي اتش بي،
وهل جملة انه بي اتش بي تموت وهل ووردبريس تموت، وين الموت موجود؟ ما بعرف ليش موجود دائما الموت. هلا اول شيء انه ليش الوورد بريس عم تشتغل على البي اتش بي؟ لما الوورد بريس اول ما طلعت كانت هي بال 2003، بال 2003 هي كانت البي اتش بي، فكانت لغه قويه، زائد انه هي كانت اوبن سورس، فانه مثل ما اتفقنا موضوع الاوبن سورس يعني انه هي لغه مجانيه انت عم تنزلها وتعدل وتكتب الشيء اللي بدك اياه. فكان بهديك الفتره هي يعني من اشهر لغات البرمجه الموجوده البي اتش بي، فلهيك كان استخدامها عن طريق كان استخدام الوورد بريس البي اتش بي. طب كلمه وورد بي اتش بي تموت، هي هاي المصطلح بيطلقوه بظن الاشخاص تستخدم الفريم ووركس. يعني يوم شخص عم يستخدم لارافيل اكيد ما حيجي يشتغل بي اتش بي بيور يعني، لانه طبعا التسهيلات اللي بتقدمها الفريم ووركس. بس بينما يعني اليوم ما فيها تموت البي اتش بي، يعني هي مثل ما اتفقنا هي الاساس اللي طلع من خلاله كل شيء فريم ووركس يعني ثاني، يعني فريم ووركس بتشتغل على البي اتش بي. فيعني هذا الشخص ممكن يكون عم يقول البي اتش بي تموت، هو شخص مستخدم لفريم ووركس معينه، لانه فعلا هي يعني اليوم اللي بيشتغل بي اتش بي بيور، فيعني ممكن يكون في ويست اوف تايم يعني، او انا عم اخر المشروع، لا خليني اشتغل على فريم ووركس معين لحتى اسرع العمليه اكثر. الناس مو ملاحظه لهلا انه اكثر من 80 او 85% من الانترنت بي اتش بي، رقم كثير خطير. بأسوأ حالاتها وصلت بي اتش بي ل 75% من الانترنت، ورجعت ارتفعت بسبب بي اتش بي 8 هلا اللي ظهرت، بسبب لارافيل كمان اللي عم تدعم كمان. شو لازم الواحد كمان ينتبه لهي الامور، انه هي لغات مو بكل بساطه انه فقنا الصبح لقيناها ميته، مو هو فيضان قام انتهى الموضوع. ايه رايك ليش في كره للبي اتش بي، او ليش في كره للووردبريس؟ خلينا لانه نحن خلينا نركز على الووردبريس. بظن انا ليش المبرمجين بيكرهوا الووردبريس، اول شيء الووردبريس الى حد ما لا تدعم الاو او بي اوبجكت اورينتد. اثنين، الاشخاص اللي فعلا يعني في اشخاص يمكن هذا رأي شخصي انه بيكره الوورد بريس، ما يقول لك انه هذا شخص يعني ممكن يسرق لي زباين، بين ما اكون عم اشتغل مشروع اجى داف ابو الوورد بريس اشتغل ثلاث مشاريع. بالحديث عن السرقه، انا كنور انا لما كنت بسوريا لاكون صريح معك، انا كنت دائما بما انه ما في طريقه دفع ما فيني ادفع، فكنت دائما نزل وورد بريس مهكره. شو يعني وورد بريس؟ مو الوورد يعني التمبلت نفسه يكون مهكر، بسموه نولد ثيم. أيوة. تمام؟ مصفر او معدم. هلا حاليا ما فيني اعمل هيك شيء لانه بشتغل لزبائن وعانيت من الموضوع، ولكن بدي تقلي انت رايك بهدول يلي اذا في ناس عم تستخدمهم، لانه في ناس عم تبيعهم. يعني انا بعرف في مواقع بيقول لك مثلا 1000 ثيم بيعك يوم $10، هو منزلهم من الانترنت. لا، اول شيء هذا الشخص اللي عم يهكر هي السيمه هو ما عم يهكرها محبه فيك ابدا، يعني ما يعني خاصه الاجانب يعني ما فيها العمل الخير خلينا نقول تبع انا يلا هكرت لك كود كذا، معظمها هي بتكون مقصودة هاي الحركات. يعني أنا شخص ناوي بر العالم فعلا، بيكون أشخاص يعني سوداويين لحد ما بيروح بيحصلها بطريقة ما، ممكن يكون هو شارية تضيف عليها سكريبتات لحتى تفتح لك باك دور بقلب الموقع، ويبلش بيرفعها على الويب سايتات الثانية انه هاي ليك اللي كانت ببلاش، اللي كانت بمصاري صارت ببلاش. انت بكل بساطة وطيبة قلب تروح تنزلها حطها على الويب سايت تبعك، استنى تقريبا شيء 6 أشهر حسب السكريبت، يعني تفتح بعد 6 أشهر تلاقي باي باي الموقع. بيقول لحاله المبرمج انه هاي نزلت وصار لسنه ماشي معي وما صار شيء. ممكن يكون بعد سنه، انا في احد المواقع شفتها بعد سنه لحتى بلش السكريبت يشتغل، بلش يكون كان فاتح باك دورز بقلب الويب سايت، الويب سايت طار الويب سايت كليا. لانه بكل بساطه اذا انا عندي موقع اكاديميه المصمم الاول حاليا مشغول على الووردبريس، هلا حاليا مثلا في 500 مشترك، اوكي شو المشكله؟ بعمل حذف للموقع كله برجع بعزم الناس. بس تخيل انا عندي حاليا 10,000 مشترك صار موجودين، هدول من بدي ارجع اجيبهم؟ عندي دورات، عندي قاعده بيانات هدول. فهو هذا اللي عم يعمل لك هذا الباك دور، فهو ناطر لحتى تكون انت متعلق بالموقع، ما عاد تقدر تعمل اي شيء، مضطر عليه للشخص. تمام. طيب يا مان، اخر سؤال معنا لليوم اللي هو السؤال المفاجئ دائما بيحبوه الناس، اللي هو لما بنحكي عن المصاري الماده. تمام. هل ممكن انه انا اتخصص بالووردبريس وتصير مربحه؟ انا ما عم اقول انه انا بكره بدي اركب سيارات وابني بيت، ولكن انا بدي عيل عيلتي هيك شوي امن حاجياتي. هل هي الووردبريس شغله منيحه بحيث انه انا امتهنها تصير مهنه؟ هلا انا عندي اكثر من مصدر للربح بقلب الووردبريس. يعني مبدئيا خلينا نقول ان مبدئيا
اول مصدر اللي هو مثل ما اتفقنا انه يجيك العميل تبلش تصمم له، حتكون انت عندك ميزات تنافسيه قويه، انه انت السعر تبعك اقل، الوقت اقل، فهذا الشيء حيجذب الزبون لك، انه انا بدي يعني سبحان الله كل العملاء بيكونوا مستعجلين وكلهم بدهم الويب سايت تبعهم باسرع وقت، فانت عم تقدم لهم هاي الميزه. طيب انا في عندي ميزه ثانيه، خلينا هديك نقول للبروجرامر اليوم، المبرمج اللي بيشتغل على الووردبريس ممكن يكتب ثيمه، ممكن يكتب اضافه ويروح يرفع على الستور تبع الووردبريس. اليوم فيك ترفع انت هاي البلجن او هاي السيمه على الستور تبع الووردبريس، هتلاقي انه بلشت اذا كانت طبعا جيده يعني فيها ميزات حلوه كتير، هتلاقي العالم بلشت تشتريها لهي الاضافه. انت ممكن ترفع نسختين، واحده مجانيه وواحده بميزات تانية بتزيد اكثر، بتكون ميزات زياده اكثر بمبلغ مالي معين. هتلاقي انت وقاعد ببيتك انت ومتسطح عم تزيد المصاري تبعاتك، والعالم بلشت عم تفوت تشتري الثيمه او البلجنز اللي انت عم تكتبهم. فممكن يكون يعني حتى هذا الباب يعني باب رزق لك وباب دخل، وهو طبعا كتير مربح اذا كان مثل ما اتفقنا انت الشيء اللي عم تقدمه فعلا شيء مميز. يعني رح اعزمكم على شخص بيحب الووردبريس، هذا السيد زيد حمصي، اصغر مبرمج بالعالم رح يكون، او اصغر مصمم، لا انا حلمي له يكون محامي. طيب يا مان انا كتير سعدت باللقاء، بدي اترك لك حاليا دقيقه لك هيك تحكي للناس، للمبرمجين الجدد، للي الناس اللي ما دخلت بالبرمجه، اي كلمه للاطفال الصغار، اذا في عندك اي شيء، لخريجين البكالوريا حاليا، عندك دقيقه من حريه الكلام. حابب احكي بس هيك بشكل سريع، انه اليوم السوق للاسف بيفهم الووردبريس باسلوب كثير خاطئ، بفكرها انه هي شغلات جاهزه، تمبيتات جاهزه، انت بس عم تجيب وتطبق وتمشي. طبعا هو الموضوع بده ممارسه، بده نسبه من الذوق العاليه، بده تغذيه بصريه بشكل كثير كبير، بده ممارسه. يعني اليوم انت لحتى تختار الاضافات المناسبه كمان هذا الشيء بده خبره. يعني انت اليوم ممكن تجرب 10 بلجنات لحتى تعجبك وحده، بالمره اللي بعدها دغري خلص انت عرفت انه هاي البلجن ممكن انت هي اللي تسبب لي تطلع لي النتيجه اللي انا بدي اياها. فلا تخلي اي حدا يقلل من قيمتك اذا انت كنت حابب تبلش ووردبريس، لانه فعلا انت النتائج اللي عم تطلعها هي نتائج تكون كثير حلوه. ممكن كمان بالنسبه مثل ما اتفقنا للاطفال، مو بس للاشخاص الاكبر سنا، ممكن كمان في يبلشوا يتعلموا بقلب هاي السي ام اس مثل ما اتفقنا، يشوفوا فيها هيك يفهموها اكثر، وحتى يستخدموا تمبليتات جاهزه. وهون انا بشدد على كلامك بهذا الموضوع لاقول لك انه انا شخصيا عم عيش من الووردبريس، هذا الشيء عم ياكل ويشرب من الووردبريس بالنهايه. يعني كمان ما هو لعبه، يعني ما عم نحكي نحن لما بنقول تمبليت جاهز فهو مو هو سخريه، فليكن تمبليت جاهز، انت كون الشخص يلي عم تعمل التمبلت الجاهز يلي عم ينباع ب $40 مثلا او $50، عم ينباع ل 1000 مره، فهو في عندك انت مدخول $50,000 الانفاتو او مواقع عم تاخذ نسبتها معينه، فانت على الاقل الثيمات المشهوره التمبلتات المشهوره في عندهم على الاقل مدخول لا يقل عن $10,000 او $15,000 شهريا. والأسوأ أسوأ ما يمكن، انت في عندك $1,000 شخصيا من شهريا من الووردبريس من الثيمات، فشهرة الووردبريس الواحد بيستغلها كمان بالنهاية بانه يعمل ثيمات. مو بس يعني ممكن صح انت تستخدم تمبلت جاهز، بس انه كمان ممكن انت تضيف لمستك على هذا التمبلت، يعني انت ممكن تعدل البلوكات اللي بقلبه وتعدل الديزاين تبعه بشكل بسيط، لحتى انت تكون يعني انه مو بس مسلمه تمبلت جاهز، انت يعني اعطيه شغلة تناسب هويته البصرية. يعني انا ممكن يكون هذا التمبلت كتير حلو بس ما بيناسب هاي الهوية البصرية، انا ممكن هيك اغير شوي بالتصميم تبع هذا التمبلت لحتى يطلع حفر تنزيل لهي الهوية البصرية. يا مان شكرا كتير لك لوجودك، ساعة جدا جميلة انا بستمتعت فيها، لانه عم نحكي عن الورد بريس يعني بالنهاية عملي اليومي، شيء المهنة اليومية اللي عم اشتغلها، وانا متأكد انه احنا قلنا لقاء تاني بالتأكيد، رح نحكي اكثر بعمق بالووردبريس بشكل نفتح شاشه ونشتغل شيء ان شاء الله. انا كثير سعيد بهالمقابله، وشكرا كثير لك بهالبرنامج الحلو وهالسلسله الحلوه. شكرا كثير لك، تصبح على خير.